مرحبا، خير اخوي بدر، تفضل. عندي كلمتين يا يقولهم لك. وانا طول عمري اسمع هالكلمتين، ماكو شيء جديد يعني. تفضل، ايش صاير بعد؟ انا سمعت ان اخوي عنده شقه بالسالميه، مسجلها باسمك. شلون؟ وانت منو اللي قايل لك؟ عاد هذا مو شغلك من اللي قال لي، المهم تسجل باسمي. بس الشقه هذه مو من فلوس اخوك، الشقه هذه من فلوسي انا. خذيت التقاعد ورحت شريتها وحطيتها باسمي. أقول من فلوسك من فلوس أخوي مو مهم، المهم تتسجل باسمي. أنتوا تليتها معاكم، مو كافي اللي خدتوه؟ خذيتوا ورثهم، إيش تبون أكثر من كذي؟ خلي هذه حق بناتي. لك مهلة 3 أيام، إذا ما حطيت الشقة هذه باسمي راح أطالب نصيبي بهالبيت هذا. أنا شوف، أقول ما عندي غير هالكلام هذا. سلام. ايش الناس ما همهم اللي يبون فلوس، بس يبون يعيشون على ظهر الناس. شقة حطيتها باسمي، هذا يبحبش من وراي؟ هذا منو اللي قايل له؟